الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا كل خارج نجس فيجب الاستجمار له، كل خارج نجس فيجب الاستجمار له، لأن هناك من الأشياء الخارجة ما هو طاهر كدم الاستحاضة طاهر لا يجب الاستنجاء له، دم الاستحاضة طاهر، والمني طاهر، والولد طاهر، والبعر الناشف قالوا طاهر، والدود والحصى طاهر، الأشياء الريح طاهرة. فإذا لا يجب الاستنجاء من كل خارج، وإنما يجب الاستنجاء من الخارج إذا كان نجسا.